مش عايز وجع دماغ وحوارات ملهاش لازمه عشان ما طلعوش على عينيك. خدت منك كام؟ ما خدتش مني حاجه يا باشا. يعني انت عايز تفهمني انها وقعت في سحنتك الجميله دي ولا في عينيك المعمصين ولا كنش راجل نسوانجي وقراري كده وقور وانا ما اعرفش؟ يا باشا انا نسوانجي سعادتك شايف اهو دي قد بنتي. في ناس كده تحب السجن تشتاق له. وحشك السجن؟ وحشك السجن يا صبري يا ايوب؟ يا باشا انا قضيت مدتي ووفيت بديني. الشكوى دي كايديه وسعادتك اسال علي باشا. وعلي باشا ماله بقى كان معاك ولا ايه؟ بص يا صبري لو شاهدت على البت دي انا هعتبرك شاهد ملك واخرجك من القضيه وتروح. بس انا احب اعرف كل التفاصيل. كنت لابس ايه؟ كانت لابسه ايه؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ ساعتك عايز نكذب يعني؟ لا يا حبيبي ما تكذبش. انا هعرفك انك كذاب. اركن هنا ووشك للحيط. اركن! هاي يا نبيلة. هتتعبيني هتعبك. هتريحيني؟ هريح؟ خدتي منه كام؟ يا ابني ده قد ابويا. هو راجل محترم ومصلي. ايام ولا ايه يا الو؟ اه يا باشا. ولو مش فاضي يا باشا افضالك. كام قتيل؟ يا حاضر يا باشا ننفض ايدي واجي لك على طول يا باشا. حاضر يا باشا. مع الف سلامة في رعاية الله. يا حامد! أوامر سعادتك. حضر البوكس وقوة كاملة وتسليح عالي وخلي الاتنين دول عند عوني لحد ما نرجع لهم. تمام سعادتك. واحنا ايه دخلنا بالحكاية دي؟ شهود. احنا بنستجوب كل اللي كانوا موجودين في المكان. يمكن يكون حد شاف حاجة كده أو كده. كان نفسي أفيد حضرتك الحقيقة. أستاذ طارق أكيد حضرتك عارف إن أنا كان المفروض أستدعيك أنت والمدام للإسم وآخد أقوالكم بنفسي. بس أنا الحقيقة لما عرفت إن أنتوا لسه متجوزين قلت ما يصحش برضو يعني. ميرسي لذوق حضرتك. امال المدام فين؟ كنت حابب اسالها بنفسي. انت عارف برضو ان الستات بيبقى عندهم قوه ملاحظه اكتر من الرجاله. بس للاسف المدام مش موجوده دلوقتي. مش موجوده؟ مش غريبه شويه؟ يعني انتوا لسه عرسان جداد؟ لا خالص، هي والدتها تعبت فجاه فهي كان لازم تروح تطمن عليها. لا الف سلامه. طب يا استاذ طارق انا هسيب لحضرتك الكارت بتاعي. يا ريت المدام تكلمني يمكن يكون عندها حاجه تفيدنا بيها. تحت امرك. عن اذنك. اتفضل. اتشرفت. عايزة تموتي نفسك موت أهون لي من اللي أنا فيه. أنا حياتي ملهاش لازمة من غيرك أصلا. بعد الشر عليك يا حبيبتي. مفيش حاجة ملهاش حل. احكي لي بس إيه اللي حصل. يوم الفرح الصبح وأنا بلم حاجتي من الشقة أخويا جه وقال لي باباكي تعبان قوي في العناية المركزة وخدني ونزلنا جري. طب ما كلمتنيش ليه؟ أنا جيت أكلمك وإحنا في أول الطريق لقيت إن أنا نسيت الموبايل. بقول لاخويا نرجع نجيبه قعد يزعق قال لي باباكي تعبان مفيش وقت احنا في ايه وانت في ايه. طب ما كلمتنيش ليه من تليفون اخوكي؟ وانا ما بحفظش الارقام وبعدين ما انا كده كده ما كانش هينفع اكلمك قدام. بس ده يوم فرحك يا عشاء. انت عارف ان انا ما كنتش قايله لحد. انا ما كنتش قايله لهم كلهم. ما قلتش الا لبنت خالتي بس. اتاريها السافله دي خانتني وقالت لهم. قالت لهم؟ يعني هم كانوا عارفين ان احنا هنتجوز؟ ولما روحت اسكندريه لقيت بابا مش تعبان ولا الموبايل انا كنت ناسيه. اخويا كان مخبيه عشان ما اكلمكش. يعني كان بيضحك عليكي؟ من يوم ما رجعت وهم حابسيني في البيت. طب وبعدين؟ ولا حاجه. قعدت امثل عليهم ان انا ندمانة واني استسلمت لهم لغايه ما هديوا عليا شويه. واول ما قدرت اتحرك جبت الشبكه وجيت لك جري عشان اقول لك ان احنا مش هينفع نتجوز. احنا القصه اللي بينا انتهت خلاص. نهو عليها قبل ما تبتدي يا ياسر.
هيعملوا فينا ايه يا عم اليو؟ والله ما انا عارف يا بنتي، انا بس بدعي ربنا ان الظابط الاولاني يجي ويمشينا. انا قلت خلاص الحكايه خلصت، الحكايه اتعقدت تاني، ربنا يسوها يا رب. مش كان زمانك خرجت انت منها وشدت عليا؟ لا يا بنتي، انا راجل ضغط الظلم مستحيل في يوم من الايام نظلم حد. اقول لك حاجه بس ما تزعلش، انا لو كان قلشت عليك كنت عايش. اوعي اوعي بلبلة تعملي كده، مش عشان انا، لا انت لو شيلتي عليا هيسجلوكي اداب ويفتحوا لك ملف. ايه يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، كويس انك فطمتني. الدنيا دي ما فيهاش مطرح للي قلبه نضيف زي، الناس وحشه قوي يا عم الحاج. قصدي مش الناس يا بنتي، ناس غلابه كل واحد مالي في دنيته. ارمي انت بس حمولك على الله، ان شاء الله هو هيحفظك. يحفظني؟ يحفظني ايه بقى؟ هو انا كنت حفظت روحي عشان يحفظني منك لله يا عنان الكلب اللي اشوف فيك يوم قادر يا كريم؟ لا لا يا بلبل، اوعي تدعي على حد يا بنتي، ادعي له ادعي له ان ربنا يهديه. ادعي له؟ لما ابويا مات نزلت انا واخواتي البنات عشان نشتغل، وقفت في مطعم فول وطعميه، كنت بغسل الطباق واقلي الطعميه والبتنجان، كنت بقلي شويه طعميه ريحتهم دي تجيب الزبائن من على اخر الشارع. انا لي صاحب الدكان كان تملي يقول لي انت مرزقه يا بنت يا بلبله ووشك حلو. طيب انا ما هو كان كويس معاك، هو ما بتدعي عليه ليه؟ كان كلامه حلو اه، بس ده هو الطعم اللي كان بيصطادني بيه ويزن على ودانا مرة بالسحر. حبيته وعشمني بالجواز. انتي غلطتي معاه، كان يوم ما تبي يسكر دكان عليا انا وهو، والناس اللي عايزه الشندوتشات واقفين بره مفكرينه بيصلي. انت ازاي تفهمين وشك بالسهوله دي؟ كنت بحبه ومش فاهمه ولا عارفه، بس بعد كده فهمت، التقيت ان هو كل همه يسك الدكان عليا انا وهو، لحد ما في مره قلت له خلاص انت اخرك معايا كده، يا اما تتجوزني يا اما اروح اشرد لك عند ام محمد. طبعا شتمك وطردك من المحل. يا ريت، ابن الحرام بلغ عني في المركز اني سرقت منه انبوبتين بوتاجاز وكانوا هيعكشوني لولا شربت وسبت لهم البلد اللي فيها. طب واخواتك؟ كنت افضل معاهم يعني؟ ووقف سوى اخواتي البنات وصيتهم، قلت اخلص من روحي. وانا تلك نفسك يا بلبلة؟ رحت عشان ارمي نفسي قدام القطر، بس خفت ما قدرتش، ركبت القطر لحد ما جيت لحد هنا. معلش معلش يا بنتي، كل ابن ادم خطاء وخير خطائين التوابون، ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده التواب. توبي الى الله كده واخلصي النية وان شاء الله هنشوف كلام عليكي.